لمحاربة التحرش لجأت مصريات إلى حيلة جديدة، ألا وهي تعلم فنون القتال الإندونيسية. في المركز الثقافي الإندونيسي بالقاهرة تتدرب حوالي 1200 امرأة على رياضة بينكاك سيلاك لمواجهة ظاهرة التحرش المستشرية في المجتمع المصري. لنشاهد معا. تراجع حقوق المرأة المصرية وعدم إعالة القانون لها جعلها عرضة للعنف والتحرش. ففي القاهرة التي تعد واحدة من أخطر المدن على المرأة بحسب دراسة مسحية لمؤسسة تومسون رويترز العام الماضي، ولمحاربة التحرش لجأت فتيات مصريات إلى حيلة جديدة، ألا وهي تعلم فنون القتال الأندونيسية. وتجتمع النساء وغالبيتهن من الفتيات في المركز الثقافي الأندونيسي بالقاهرة أسبوعياً، ويتدربن لتعزيز مهاراتهن في الدفاع عن النفس ولياقتهن البدنية، وبمساعدة طلاب أندونيسيين يدرسون في العاصمة المصرية القاهرة تتعلم أكثر من 1200 امرأة وطفل تلك الرياضة، على أمل أن تساعدهم في التصدي لمحاولات التحرش في الشارع. في البداية ما كناش معروفين، دلوقتي هي انتشرت بشكل كبير جدا. بقى في عندنا عدد اللاعبات واللاعبين من الأطفال والبنات والأولاد، يعني احنا في المدرسة دي عدينا 1200 لاعب ولاعبة. وهذه الفنون القتالية تصنف تحت اسم رياضة بانشاك سلاك الأندونيسية، وتمنح الجميع القدرة على تعلمها، فهي لا تحتاج لشروط من قبيل الوزن والسن بحسب ما تقوله المتدربة رضوى شريف. خلينا نتعلم ان احنا ازاي ندافع عن نفسنا، وتعلمنا مهارات، يعني ده بجانب ان هي ملهاش شرط سن ولا وزن، فاي حد يقدر يجي يتعلمها في اي وقت. وتشدد رضوى على أهمية تعلم الفنون القتالية فتقول: طبعا يعني الواحد محتاج الحاجة دي دلوقتي، خصوصا ان احنا بنات، فدي اكتر حاجة هتقوينا يعني. وتوافق رحمة حاتم على ما قالته رضوى بأن إتقانهن لهذا الفن هو وسيلة دفاع وحماية من أي محاولة تحرش أو اعتداء قد يقدم عليها أحدهم في الشارع. أكيد طبعا في مشاكل في الشارع بتخليني ماشية، أنا لو حد تعرضت إن حد جه مثلا جنبي أو كده هعرف أدافع عن نفسي كويس، يعني ببقى ماشية واثقة في نفسي أصلا إن هو محدش يعرف يكلمني عشان أنا هعرف صوت. وكان استطلاع أجرته مؤسسة تومسون رويترز في القاهرة عام 2017 قد صنف مصر باعتبارها أخطر المدن في العالم بالنسبة للنساء بسبب نقص الحماية من العنف الجنسي والممارسات الثقافية السيئة وضعف الرعاية الصحية.